أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها اليوم للحديث عن التصعيد العسكري السعودي في المهرة. قال مصدر محلي أن جرحى سقطوا باشتباكات بين القوات السعودية ومسلحين قبليين في منفذ شحن بمحافظة المهرة، وذكر المصدر أن قوات سعودية مكونة من مدرعات وآليات عسكرية تحركت صوب مديرية شحن لاقتحام منفذ شحن الحدود مع عمان بعد احتجاج لرجال القبائل ضد سيطرة القوات السعودية على المنفذ. إلى ذلك أدانت لجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي اعتداء القوات السعودية على المواطنين وأبناء القبائل في منطقة فوجيت بمديرية شحن، داعية المواطنين وأبناء القبائل إلى رفض هيمنة التواجد السعودي في المهرة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب التصعيد السعودي في محافظة المهرة وموقف الحكومة الشرعية وأبناء القبائل من التصعيد الجاري في المحافظة. قبل أن نبدأ باستقبال ضيوف هذه الحلقة نذهب لمتابعة التقرير التالي. غابت الأباتشي عن استهداف ميليشيا الحوثي في صنعاء وصعدة، لكنها كانت حاضرة في المهرة باستهدافها لمواطنين في منفذ شحن. معادلة قد تبدو غريبة، لكنها تشي بنوايا السعودية الساعية إلى إحكام سيطرتها على المحافظة البعيدة عن الحرب المليئة بالثروات. هكذا تبدو صورة في المهرة بعد أن قامت السعودية من خلال قوات تابعة لها بالسيطرة على منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان، سيطرة دفعت قبائل المهرة الرافضة للتواجد السعودي هناك إلى إعلان المواجهة عسكرياً، وهو ما ينذر بانفجار الوضع. التوغل السعودي في المهرة والتي لا يتواجد بها أي عناصر تابعة لميليشيا الحوثي لم يكن وليد اللحظة، بل بدأته السعودية في العام 2017 بإطباقها حصارا خانقا على المحافظة قبل أن تعمد إلى إغلاق مطار الغيضة وتحويده إلى قاعدة عسكرية بنهاية العام 2018. ورغم الرفض الشعبي للتواجد السعودي في المحافظة، إلا أن التصعيد السعودي ظل مستمرا، حيث اتهمت السعودية بقتل 2 من المعارضين لها واختطاف آخرين وترحيلهم إلى الرياض. لجنة اعتصام المهرة السلمي أدانت في بيان لها اعتداء القوات السعودية على المواطنين وأبناء القبائل في منطقة فوجيت، داعية القبائل لطردها ومتهمة السعودية بالتخطيط لتقسيم اليمن إلى كيانات متصارعة. مراقبون بدورهم تساءلوا حول مدى التزام السعودية بأهداف عاصفة الحزم، وهي التي نقلت حروبها مؤخرا باتجاه المهرة بدلا من صعدة وصنعاء. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن من المهرة رئيس اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة السيد سالم بالحاف، وأيضا معنا عضو لجنة الاعتصام علي مبارك الذي ينضم أيضا إلينا من المهرة. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد سالم بالحاف لأبدأ معك من آخر المستجدات للوضع في المهرة الآن بعد سقوط جرحى و الحديث على أن السعودية أمرت بتحرك قوات سعودية إلى منفذ شحن لاقتحام المنفذ، ما صحة هذه الأنباء وكيف هو الوضع الآن في المنفذ وفي المهرة عامة؟ أولا أسعد الله مساكم ومساء جمهوركم الكريم وضيفكم الكريم. أول لي ملاحظة على ما ورد في التقرير بذكر المسلحين القبليين وحيث القبائل أنها هبت بطريقة عسكرية ومسلحة، طبعا هذا الكلام يحتاج إلى توصيف أدق. القبائل ما واجهت السعودية، القبائل لعنت رفضها للسلوك السعودي في 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 شحن، وقامت يعني على بالاعتراض على هذا السلوك. قامت الميليشيات السعودية بإطلاق النار عليها، ووضع القبائل معروف في جميع أنحاء اليمن. هذا من ناحية. من الناحية الأخرى جوابا على سؤالك، الوضع في منفذ شحن، السعودية قامت باحتلاله بعد انسحاب القبائل فجرا، وكان الاتفاق معاهم على حسب الوساطات القبلية أن يتم كل الانسحاب إلى كل إلى طرفه. قامت بالنكس، وحسب ما نسمع من وسائل الإعلام المحلية أن عندهم يعني وفد أو نزول إلى شحن كنوع من التغطية للمنفذ. المنفذ محتل، الوضع متوتر في شحن،
ولا زالت قائمة قواتهم في المنطقة. نعم سيد سالم، تعقيبا على تعليقك على ما ورد في التقرير، نعلم أن القبائل في اليمن مسلحون، ولكن وفق القانون الجهات أو السلطات العسكرية والمحلية هي من يجب عليها حيازة السلاح، وأيضا تواجد القوات السعودية في المهرة كما يقولون أنه بالتنسيق مع الشرعية ومع الحكومة الشرعية في الرياض. اليوم الشرعيه صارت على حسب ما وصلنا من التقارير والاخباريه انها تتهم ابناء محافظه المهره المدافعين عن شرعيه البلاد، الحضن الدافي اللي وقف مع الشرعيه تصف الناس بالمتمردين، اليوم شرعيه عرض، شرعيه انسان، اذا كانت الشرعيه ما تريد توقف مع المواطنين هذا شانها. المواطن في محافظه المهره ما طالب انه يحكم او انه يمسك المنافذ، نحن نطالب القبائل جميع قبائل المهره تطالب بالقانون وتطالب بان الشرعيه تمسك المنافذ وفق القوانين اليمنيه، الكفاءه اليمنيه موجوده، كفاءه عسكريه وفنيه في جميع المنافذ. نعم، ألم يكن التواجد السعودي بالتنسيق مع السلطات المحليه في المهره وبترحيب من ابناء المهره في البدايه، ما الذي حدث؟ ابدا لم يكن اي ترحيب بالتواجد السعودي. وصلت في 2017 في نوفمبر برقيه من نائب رئيس الجمهوريه بالتنسيق الفني مع القوات السعوديه. اتوا الى المهره 5 جنود سعوديين وضابط، واليوم 2 ألويه ومدرعات ودبابات في اشطون والمطار وفي السواحل 21 موقع عسكري. ما كانوا محل ترحيب نهائيا، السعوديه ما تريد انها تصنع او تساعد المؤسسه اليمنيه، بالعكس بل همشتها واضعفتها. اليوم في قرار من الميسري نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه يطالب الجهات الامنيه ما تنضم الى السعوديين، وقرار اخر ياتي من الرياض، ونحن نعرف ان السلطات في الرياض هناك تحت الضغط. ابناء المهره ما يقبلوا هذا الشيء. نعم، اذا سيد سالم تكرم بالبقاء معي واسمح لي لان اتوجه هذه المره بالسؤال الى عضو لجنه الاعتصام السيد علي مبارك. مرحبا بك من جديد سيد علي، لماذا تم هذا التصعيد الان والى اين يتجه برايك؟ مرحبا فيكم والمشاهدين وضيفك الأخ سالم بلحاف. في الحقيقة المشهد في المهرة مشهد مخزي ومشهد هزلي في الحقيقة، لأنه القوات السعودية تمادت وخرجت عن الإطار الأهداف المعلنة وعن حتى الإطار المألوف والإطار العرفي والقبلي وإطار الأخوة والجوار. الآن هي عمدت القوات السعودية على مهاجمة المواطنين وضربهم بالطيران الأباتشي، مواطنين عزل ما يمتلكون أسلحة نوعية إنما من أسلحة خفيفة للقبائل اللي تمتلكها، وهم يضربونهم بضربات فاسية وضربات من نوعية وفي أسلحة مختلفة وبمدرعات وقوات التي هي يجب أن تكون هذه القوات في أماكن المدارس وأماكن الحرب وأماكن النزاع، بعكس ما حصل في المهرة. هذه القوات الآن أصبحت قوات تتحكم بالأمور وأصبحت الآن هي الأمر النهائي في المهرة. التحالف الآن دخل ويريد أنه يحتل المنفذ، منفذ حدودي، هذا المنفذ يعتبر الشريان الآن لليمن بشكل عام، يعتبر منفذ سيادي. لا يمكن أنه يعني أنه اليمن والجمهورية والنظام والحكومة والشرعية كلها تسقط على ما يفعله السعوديين في المهرة، بداية من المطار اللي يعلم الجميع أن مطار الغيضة أصبحت سكنة عسكرية الآن، وأصبح فيه هناك وجوه سرية وأماكن ما يمسكوه الآن بالمنافذ من أدوات ومن مواد تخص التجار، يأخذونه ويشلونه إلى المطار. القوات السعودية الآن المطار أصبح لا حديث عنه، هناك سراتيب وهناك سجون سرية، ومن غضبوا عليه أخذوه إلى المطار. الآن يريدوا أن ينفذوا ما عملوا في المطار في منفذ شحن، وكذلك في منفذ تربيت، كذلك لو رجعنا إلى الحال في ميناء نشطون وإلى الوضع في البلاد، أصبحت السعودية على الوطن بشكل عام وعلى المهرة بشكل خاص. ما يحصل بالتحديد في منفذ شحن شيء يعني لا يطاق، وأبناء المهرة رفضوا هذا التوجه ورفضوا هذا الوجود من أول ما أتوا السعوديين إلى هناك. ولكن الالتفاف اللي حصل اليوم من قبل القوات السعودية، لأنه أبناء المهرة كانوا رافضين وكانوا سوف يواجهون حتى حسب إمكانياتهم المحدودة والضعيفة، ورغم هذا سوف يدافعون عن الوطن وسوف يدافعون عن السيادة. ولكن القوات السعودية كما هي معتاد عملت الاتفاق في بداية الاعتصام مع المعتصمين وتم الالتفاف عليه خلال أسبوع. اليوم هم هناك حصل تحالف
كلام الاخ سالم وكلام الناس الموجودين هنا في المعرة ان هناك اتفاق ووساطه قبليه على ان المنزل سوف يكون مع الشرعيه ومع القوى الشرعيه الموجوده، وعلى حسب برقيه نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه ان الامور تجري ترجع الى نصابها، وان الذي سوف يتحكم المنبذ هي القوات اليمنيه المتمثله بالجيش والامن والاجهزه الرقابيه الموجوده داخل المنبذ. ولكن للاسف حصل العكس، الان اكثر من 5 مدرعات واليات عسكريه واطقم وضباط سعوديين داخل المنبذ. هذا مخزي. يعني الان نحن نناشد المنظمات الدوليه، نناشد المجتمع الدولي، نناشد الرئاسه ان تخرج عن السلطه والحكومه الشرعيه ان تعي ان الامر بالمهرة خرج عن السيطره وان الامر اذا توصل سوف يكون هناك امر اخر. نعم سيد علي، بالحديث على موقف الشرعيه وصمتها تجاه ما يحدث، كيف يمكن فهم ذلك؟ كيف تبررون هذا الصمت؟ مثل ما تفضل الاستاذ سالم، الشرعيه الموجوده في الرياض هي شرعيه مضغوطه، شرعيه لا يمكن لها ان تامر او تنهي. ما يحصل في اليمن بشكل عام هو الان خرج عن سيطره الشرعيه الموجوده في الرياض، ما بقي الا الوزراء الذين هم خارج الرياض والذين يتكلمون ويصيحون بالفم المليان على ان هناك خروقات وعلى ان التحالف خرج عن مساره وعلى ان لابد من تصحيح مسار التحالف السعودي الاماراتي الموجود في اليمن. نحن بالمهرة خرجنا ونطقنا من قبل عام ونصف وتكلمنا عن هذا الوضع، وتكلمنا ان الوضع في اليمن وفي المهرة بالاخص وضع سوف يتحول من أسوأ الى أسوأ، وكل يوم ونحن نرى انه الوضع يسوء، ولكن لابد ان يكون هناك وقفه من قبل الشرعيه ومن قبل الحكومه والرئاسه اليمنيه. لا زلنا نتمسك بهم ولا زلنا ندعوهم ان يكون لهم اليقظه والحس الوطني تجاه الوطن، تجاه البلاد. الى متى سوف يكونوا في صمتهم وسوف يكونوا مغيبين؟ الجيش الوطني يقصف والرئاسه والحكومه الشرعيه لا يصدر منها شيء. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ اليوم ابناء المهرة يواجهون طيران اباتشي ويواجهون سلاح ناري ومدرعات وقوه عسكريه كبيره وهم لا حول لهم ولا قوه، والشرعيه تسند تسندهم وتسند التحالف وتشرع لهم، ومن اتفاق الى اتفاق ومن انقلاب الى انقلاب اخر. الى متى الوضع في اليمن بهذه الطريقه؟ نحن في المهرة لن نسكت، ورفعنا كلامنا وصوتنا من قبل وسوف نرفعه وسوف نقف الى جانب الوطن والمواطن. نعم، إذا سأعود إليك سيد علي، عودة إليك سيد سالم. الإعلام الرسمي المحسوب على المحافظة والمحافظ باكوريت قال أن قوات التحالف تعرضت لكمين، وهذا يجعل هذا الحديث يجعل وكأن الرد السعودي جاء بالتنسيق مع السلطة المحلية. بداية، ما صحة الحديث عن تعرض القوات السعودية في المهرة لكمين، وأيضا تقييمكم لتبرير السلطة المحلية والدوافع هذا التبرير؟ اولا القوات السعوديه والميليشيات لم تتعرض لاي كمائن ابدا. السلطه المحليه في محافظه المهرة لها دور مختصر ومحدد، هي التبرير للتواجد السعودي وتبرير لاساليبه فقط لا غير. اي سلطه، ونحن ناشد الحين الدوله وناشد السلطه بسيطره السلطه على المنافذ. السلطة ما تريد أنها تسيطر على المنافذ ولا على المطار ولا على الميناء. السلطة المحلية وقيادة السلطة المحلية هذه اللي تتبع القرارات هي وجود التبرير فقط. السلطة المحلية حتى اللجنة الأمنية ما اجتمعت فيما بلغنا ولا لهم أي موقف. اللهم فيما وصلنا أن موقف لأحد أعضاء المجالس المحلية اللي هي طالبة الدولة باليقظة والاجتماع وتدارس الأمور ومن هذا القبيل. فهذا الدور المحدد لها والمرسوم فقط. نعم سيد سالم، إذن ما الذي تريده السعودية من المهرة برأيك؟ السعودية تريد البقاء الدائم في المهرة لتنفيذ أجندتها وطماعها وتنفيذ مشاريعها، والبقاء في المهرة كجزء من الأرض السعودية. هذا ما اقتنعنا فيه من ممارساتها. السعودية لما قدمت إلى المهرة قالت نريد مقاومة الإرهاب والتهريب، وطبعا هذه الأشياء غير موجودة عندنا. قد يكون في تحرك جمركي أو بعض التهريب البسيط اللي لا يرجى لتواجد عدة ألوية ومعسكرات على السواحل والسيطرة على المطار والميناء. في النهاية يعني بانت النوايا وعرفنا كل شيء أن السعودية سوف تحتل هذه الأرض ولن ترحل منها. نعم، ما هي الخيارات الآن المتاحة؟ نعم، ما هي الخيارات الآن المتاحة أمامكم في المهرة؟ الخيارات المتاحة لجميع أبناء المهرة،
سواء قبائل او اي فئات او اللجنه المنظمه للاعتصام السلمي مستمره في برنامجها الاعتصامي السلمي وفي جميع فعالياتها حتى تحقيق كافه الاهداف. نعم، وكيف سيؤثر هذا التصعيد على استقرار المحافظه؟ المحافظه ان شاء الله باذن الله مستقره. التصعيد السلمي بدا بمجموعه من الشباب والاشخاص والنخب والناس الرافضين، سرعان ما كبرت مساحه الصخب ومساحه المعرفه والوعي بين كل الناس، حتى بات اغلب ابناء محافظه المهره رافضين للتواجد السعودي. نعم، وضحت الفكره. اذا رئيس اللجنه الاعلاميه لاعتصام المهره سيد سالم بالحافه، شكرا جزيلا لك، كنت معي من المهره. اذا مشاهدينا الكرام، نشرك الان معنا بالحديث السيد الصحفي عبد الرقيب الهديدي الذي ينضم الينا من عدن. مرحبا بك سيد عبد الرقيب. اذا نفاجأ اليوم بهذا التصعيد السعودي في المهره، وهنالك من يتساءل لماذا هذا الاستنفار تجاه الاوضاع في المهره. السعوديه تتعرض لهجمات من الحدود الجنوبيه والمناطق المحاذيه لها من صعده والجوف وعده مناطق لم تقم بهذا الاستنفار، ما سبب او ما دوافع هذا الاستنفار الحاصل الان في المهره؟ بداية تحية لك ولغيرك وللسادة المشاهدين. نحن كيمنيين كمتابعين كمراقبين يعني نستغرب هذا التصعيد من قبل المملكة العربية السعودية والتناغم معها كذلك قيادات في الحكومة الشرعية، يعني في الوقت الذي نجد أن مشكلتنا في عدن وفي صنعاء مع ميليشيات الانتقالي وميليشيات الحوثيين، نجد اليوم المملكه العربيه السعوديه تحرب الى منطقه اخرى الى المهره لنكون امام تعقيد ومشكله جديده تطغى على السطح بعيد عن مشاكلنا الجوهريه والانفلات والعدد الجاري اليوم في عدن وفي أديان وفي الساحل الغربي وفي مناطق الحوثيين. يعني نحن اليوم امام صوره غريبه، يعني بكل تاكيد امام مواطنين يمنيين في المهره مع القبائل يطالبون بالدوله بالحكومه اليمنيه الشرعيه في اداره الدوله عبر في اداره المحافظه ومؤسساتها ومواليها ومنافذها عبر مؤسسات الدوله. وبالمقابل نجد المملكه العربيه السعوديه تعمل هذه التدخلات لتضع اليمنيين الذين هم في صف الدوله في صف مؤسسات الدوله كاعداء ويعني تسقط ضدهم منصب شحن الحدودي مع سلطنه عمان. تحاول المملكه العربيه السعوديه ان تسيطر عليه بالكامل. منذ الاول كانت تقول ان هناك عمليات تحريض تجري عبر هذا المنصب، وسمحت القبائل والجهاز المعني من السلطه المحليه وهو مصلحه الجرارك المعني باداره المنطقه باستخدام مندوبين سعوديين لكي يشرفوا ويتاكدوا ان كانت هناك عمليات تهريب. قبل ايام وتحديدا السبت الماضي وجهت السلطات المحليه وتحديدا المحافظه الموالي للمملكه العربيه السعوديه باقفال واغلاق المنصب، ثم يعني وجهت مصلحه الجمارك باعاده فتح المنصب. تحركت المملكه العربيه السعوديه خلال اليومين الماضيين وبقوات يقودها المحافظ وهي قوات غير نظاميه عباره عن مرتزقه ينتمون الى المحافظات من بعد استخدمهم المحافظ. للعلم الاجهزه الامنيه في المهره لا تتناغم مع هذه الاعمال وهي يعني تميل الى القبائل والى المواطنين الذين يطالبون بسياده الدوله. حرب اصطدام بين القبائل وبين القوات السعوديه وهذه المرتزقه التي استخدمها المحافظ ووصل الى يعني تحليق طائرات الاباتشي. اليوم يجب على المملكه العربيه السعوديه ان لا تفتعل لليمنيين مشكله كبيره في المهره. المهره في خير، تحاول ان تبين على بعض القبائل ورجال القبائل الذين يوالون ويقربون من قبل سلطنه عمان. الصوره واضحه، تحاول ان تمنع هذه التحركات والدخول والخروج، وحتى انها عطلت الميناء
هناك شكاوى من قبل أطلق المنبر، وهناك شكاوى من قبل المستثمرين والتجار الذين يشكون من سوء معاملة المنبوذين السعوديين في هذا المنبر. بالتالي على المملكة العربية السعودية أن تعود إلى مشكلة اليمنيين الموجودة في عدن، المجلس الانتقالي الذي يصعد بين نهار المشكلة الأمنية، الانفلات والاغتيالات هي التي يجب عليها تنفيذ اتفاق الرياض، هو المعنية بتنفيذه اليوم، والذي مر 3 أشهر ولم يتقدم خطوة واحدة. نعم، عودة إليك سيد علي مبارك. هنالك من يتجه للحديث على أن السعودية قامت ببناء ربما أكثر من 26 معسكر وتواجد ألوية في المحافظة، إن كان مبررات السعودية للتواجد السعودي في المهرة هو الرقابة على المنفذ ومنع التهريب، إذا لماذا يتم بناء كل هذه المعسكرات برأيك؟ ما هو الدوافع الحقيقية وراء تواجد السعودية في المهرة؟ بالتأكيد هناك أطماع معروفة لدى السعوديين من قبل ومن فترات مديدة ومن عهد الرئيس علي عبد الله صالح، وهي تهتم في هذا الجانب وتفكر في الجانب المنطقة، هذه منطقة محافظة المهرة، أنها كمكان استراتيجي يمكن المملكة العربية السعودية الاستفادة منها، سواء على موضوع مد أنظمة النفط أو على أساس أنها من باب الجوار وأنها ربما تستفيد منها في جوانب أخرى. والأغلب أنه زي ما يذكر الخبراء ومحللون أنها تهتم وتفكر على أنها تمد أنظمة النفط إلى البحر العربي. البحر مكان استراتيجي والذي يأتي ساحل كبير ممتد على البحر العربي، ولديها مساحة أكبر، ثاني أكبر محافظة في الجمهورية اليمنية. فأطماع السعودية أصبحت جلية حاليا الآن على الأرض في المهرة، المعسكرات التي الآن استحدثتها، القوات الموجودة لم تأتي، يعني القوات هذه إلى أماكن الحرب وإنما تأتي إلى المهرة لتمرير هذه المشاريع، لكن أبناء المهرة عندهم الآن أن الوضع والأزمة الموجودة، أزمة السعودية، هي أزمة أرض وأزمة اغتصاب الأرض واحتلاله، لا يمكن لهم أن يسكتوا على هذا الأمر. إن كان السعودية مصالح ومآرب ولديها أهداف في المهرة، هناك طرق وهناك أبواب يجب أن تتركها، أما أن تأتي في هذا الظرف العصيب وفي أن اليمن تمر بأزمة وفي حالة حرب وتأتي القوات السعودية وبهذه الطريقة وبهذه العنشية لتفرض على الناس أمر واقع، هذا لن يرضى الوطنيون وطيور من أبناء الوطن، سواء أبناء المهرة أو أبناء اليمن. هناك الآن نحن نعمل أن يكون هناك نوع من التكاتف من قبل جميع اليمنيين إلى وأن ينظروا إلى حال أبناء المهرة وأن يقفوا إلى جانب أبناء المهرة ضد هذه الانتهاكات وضد هذا العمل الموجود الآن في المهرة. نحن ندعو المنظمات الدولية، ندعو الحكومة الشرعية، والآن بما أنه الوزير الداخلية نائب رئيس الوزراء قد تحرر من قيود الرياض، وربما يكون له دور وفعلا هناك دور إيجابي، وبعض البرديات التي أرسلها للحفاظ على السيادة، للحفاظ على المنافذ، لكن الذي هو الآن يثير التساؤل ويثير الناس ويثير الاستغراب، المملكة العربية السعودية دولة عظيمة ودولة كبيرة، يعني ما هم من المتصور ان يصل بهم الغباء انهم الان ينفروا الناس وانهم يحاربوا الناس في اراضيهم، يفترض منهم انهم يستقطبوا الناس، انهم يقدموا الخدمات للناس، لا ان يحاربوا الناس، لا ان ينزلوا لهم بالطيران اللاباتشي وبالاسلحه النوعيه وان يواجهوا الناس، ان يخلقوا لهم اعداء وهم في غنى عنه. المملكه العربيه السعوديه يجب ان تكون حليف استراتيجي وهي فعلا كذلك، يجب ان تكون الى جانب الشعب اليمني في محنته، وان تدخل كما دخلت الى اليمن لانهاء الازمه ولانهاء الحرب، لا ان تخلق المشاكل والانقلابات الحاصله الان في اليمن سواء في جنوبها او في شمالها. الان اصبح الوضع في اليمن وضع مزري جدا من قبل المملكه العربيه السعوديه، والامارات العربيه المتحده تتدرب على هواها وتعمل في اليمن، ولكن أبناء المهرة رفضوا من أول يوم ومنذ دخول القوات السعودية، رفضوا هذا الوجود ورفضوا هذا التواجد الموجود، وسوف يرفضون وسوف يقومون على أرضهم حتى ينتهي الأمر، ولابد أنهم سوف يرجعون إلى أرضهم، وأن المجتمع الدولي والدول الراعية والداعمة لليمن أنا سوف نتمنى منها أن يكون لها موقف تجاه الأزمة في اليمن عموما وفي المهرة خاصة.
ما يحصل الآن حاليا في منفذ شحن الحدودي ومنفذ مهم جدا وهو الآن اللي يغذي الجمهورية اليمنية، يعني صار في كل الأماكن الآن وجود أكثر من 5 مدرعات وآليات عسكرية داخل المنفذ، أمر فظيع، أمر لا حتى الدول المجاورة سلطنة عمان يعني يثير قلقها هذا الأمر، لا يمكن أن العالم أنه يسكت على هذا الشيء، لأنه هذا الآن عبور المسافرين والتجار هم قد عملوا على تقليص الوارد والإيرادات والتصدير، عملوا على شل الحركة التجارية داخل المنفذ، والآن اليوم كملوها ودخلوا بهذه القوات واحتلوا المنفذ. من المتوقع في أي ساعة أو في أي لحظة يمكنهم أن يصلوا قرار بإغلاق المنفذ، وإذا هذا أمر كارثة على اليمنيين بشكل عام وعلى المهام، لأنه يعتبر المنفذ هو المغذي وهو الذي يصرف منه الرواتب والإيرادات للمحافظة، فلا يمكن لأبناء المهام أنهم يستغنوا عن المنفذ ساعة واحدة، فكيف الآن وهم بآليتهم العسكرية ويمكن أن يفرضوا حصار في أي وقت يريدون؟ نعم. شكرا جزيلا لك عضو لجنة الاعتصام في المهرة علي مبارك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من المهرة. إذا عودة أخيرة إليك سيد عبد الرقيب الهادياني، إن كان التواجد السعودي في المهرة بالتنسيق وبمباركة من السلطة الشرعية ومن الشرعية، وهذا ما يدلل عليه مواقف وتبريرات السلطة المحلية في المهرة وأيضا صمت الحكومة الشرعية في الرياض، إذا لماذا قامت السعودية بنقل بعض المعسكرات والقوى التابعة الشرعية إلى خارج المهرة؟ طبعا لا يخفى يخفى للمتابعين يعني الطموحات والمطالع التي يحملها التحالف العربي الذي جاء إلى اليمن، يبدو أنه يعني يعمل على هذه المطالع، وما يعني استعارة الدولة ونصرة الشرعية إلا عبارة عن شعار وغطاء، مثل ما يعني تحاول جاهدة الإمارات أن تسيطر على سقطرة، المملكة العربية السعودية أيضا تحاول أن تسيطر على النهر لمنع الأنبوب والنقل إلى بحر العرب. طبعا يجب أن نكون صريحين، المملكة العربية السعودية اليوم يعني تحاول أن تسيطر على المنفذ البري مع سلطنة عمان منفذ شحن، وتحاول أن يعني تمسك جميع حدود اللعبة في محافظة المهرة، تعتقد أن أدوات تحريك الاحتجاجات والرفض لسياساتها ومطامعها في المهرة يأتي عبر سيارات قدرية وسياسيين ينتمون ويتلقون تمويلا وتشجيعا من قبل الأطراف. نعم، وهذا التصعيد سيد عبد الرقيب هل في المهرة سيد عبد الرقيب وهذا التصعيد الآن نعم عبد الرقيب سيد عبد الرقيب وهذا التصعيد هل ينذر بدخول قوى جديدة على الخط؟ هل سيجبر عمان على التدخل كون هذا التصعيد على حدودها وقد يهدد أبناء القوم؟ التدخل وإن كان بشكل مباشر موجود، جميع القيادات اليوم تتلقى دعما ومباركة من قبل سلطنة عمان، سلطنة عمان تعتبر المهرة هي جزء من أمنها القومي طوال العقود الماضية، يعني لديها علاقة كبيرة مع القيادات، مع المشايخ، مع القبليين في المهرة، وكبير يعني أمنها ومصالحها بعيد عن أي اختلافات كثيرة يعني تعود أو تضعف أو تنتقد من سيادة اليمن، ويعني إذا ما تقدمت المملكة العربية السعودية ووصل الأمر إلى تهديد لسلطنة عمان سنشهد خلال الأيام القادمة تصعيدا مقابلا من قبل سلطنة عمان، ولم تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الخطر يقترب على حدودها. شكرا جزيلا الصحفي عبد الرقيب الهدياني، كنت معي من عدن. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من المهرة عضو لجنة الاعتصام سيد علي مبارك وأيضا رئيس اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة سيد سالم بالحاف والصحفي عبد الرقيب الهدياني من عدن. أشكركم مشاهدينا على المتابعة والشكر لزميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبارة، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.